إننا نطالب الأمم المتحدة ونطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة حماية المنشآت والمؤسسات الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف وتأمين حركة سيارات الإسعاف ووقف التهديدات الإسرائيلية بحق المستشفيات وكافة أركان المنظومة الصحية وإعطائها الفرصة الكاملة للقيام بوظائفها في إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى في قطاع غزة. كما نطالب كافة الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بدخول الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة بضرورة توفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات والإمدادات الطبية والوقود إلى مستشفيات قطاع غزة وضمان خروج الجرحى إلى خارج قطاع غزة وضمان دخول الوفود الطبية المتخصصة إلى مستشفيات القطاع. كما نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وحدات دم بكميات كبيرة إلى مستشفيات قطاع غزة التي باتت تفتقر إلى وحدات الدم من كافة التخصصات. رحم الله شهداءنا وشفى الله جرحانا وعفى الله شعبنا من هذا العدوان والتطهير العرقي المستمر لليوم 32 على التوالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.